same as the function of endangered recorded birds. يعني في الاندنجري مانجمنت تحدثنا عن الاندنجري ريكوردر بوينت الار او بي اللي بيقوم في هذه الكامبان هذا بيقوم بنفس عمل الار او بي. الار او بي لو تتذكر وش كان بيقوم بايش؟ انه لما يوصل المخزون عند الار او بي ايش بيقوم؟ نسجل طلبيه جديده. يكون عندك المخزون مساوي ليش؟ الكمية اللي ممكن تصريفها في خلال الليد تايم، صح ولا لا؟ ف يعني هنا وبالتالي هنا الكامبان هنا لما يخلص عندك انت اي جزء او اي بارت او اي شيء بتسجل كانك تسجل طلبيه، تسجل يعني بيكون شكله بالكارت هذا تمام بهذا الشكل تمام. تذكر في الكوانتيتي هنا لاحظ هنا ايش هذا الشغل ديليفري كامب تمام اللي هو الكارت حق التوصيل. ايش الحاجه اللي تشتري؟ تذكر مواصل يعني بياناتها كامله بالاضافه للكميه. هنا بنذكر مثلا 30 قطعه غالبا بيكون عدد القطع المشروطه. العدد القطع المطلوبه بيكون لا يتجاوز ايش يعني في كل كيلو في كل كامبان لا يتجاوز العشره تمام. شو اشكال مختلفه للكامبان هذه؟ ممكن يكون في كامبان بوكس تمام انه بيكون عندك صندوق او بيسموه كونتينر حاويه صغيره كده تمام بيكون في البيانات كامله هو مكتوب عليها مرصق على الكونتينر هذا على الكونتينر هذا معلق الكامبا الكارت الاصفر هذا يحتوي ايش الحاجات اللي يقدر يشتريها ما هي وكم الكميه يعني كم الكميه حتى ومواصفاتها بالضبط مثل هذا الكارت بيكون معلق يعني مرصق هنا على الصندوق او بيكون على الكارت اللي زي عربات النقل تمام احتوي يعني بالنسبه للاجزاء الكبيره الصندوق هذا قد لا يحتوي يعني لا يحتوي لا يستوعبه وبالتالي بيكون في عندك كارت بيقوم بنفس العمل. هذا يكون بارت كامب او موديول كامب تمام. البارت مثلا زي التوائم مثلا ما فيش يعني كاهر قديش تتحمله كله كذا وبالتالي ترسب عليه كامبا هو بنفسه وليس بالضروره على فكره يكون كامب. حتى في بعض ممكن يستخدمه او اوراق ملونه او قطع قماش ملونه تمام. هذه على اساس انك شو تنبه احيانا تستخدم هذه الكروت هذه ايضا ممكن تستخدم في لاحقا في احنا نتكلم الان عن الجي اي تي اللي هو الفيرست فيلر اوف ذا تي بي اس صح ولا لا؟ كمان قلنا انه في عندك هو تو فيلرز التي بي اس اللي هو الجي اي تي وفي عندنا كمان ليش؟ اللي بنتكلم عليها اليوم اللي هو الفئه الثانيه اللي هو الجي دوكا الجي دوكا الجي دوكا ايضا تستخدم حاجات زي كامبان كده تمام اللي هو لعمليه الترتيب فمثلا شوف في صناعه في صيانه الطائرات تدري انه كل انت بتستخدم معدات يعني سكرو درايفرز وخلافه وبانات وكذا تمام بيكون هذه داخل شنطه ما تجيبهاش داخل كيس كذا سكرو درايفر تولوجي داخل شنطه حق العده تمام كلها مرقمه العده هذه مرقمه هي تشوف حتى انه شو انه يكون في كل مثلا سكرو درايفر بيكون في عينه معلق على كمان شو حديده كذا في نهايته و خرقه شوف كيف انه بيكون هذا سكرو درايفر هذا اللي تفتح فيه الديسموس بيكون في حديده كذا ومعلق فيه خرقه حمراء تدري ايش السبب في هذا؟ اولا من 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 تعاليم الصيانه انه لما تستخدم تخرج اي عده يعني اي اداه فهو بما ترجع الى مكانه تمام مكانه داخل الصندوق او داخل الشنطه لما يكون تكون مرقمه ضروري بعد ما تقفل الصندوق هذا تشوف انه كل الارقام موجوده انه ما فيش ولا قطعه ضائعه تمام ولا لا؟ طيب لو ضاعت عليك قطعه انت داخل محرك جالس تشتغل وقطع نسيت البسبوس هذا داخل المحرك الخوف مش على الجسم على فرع الجسم ولا شيء، شكر المحرك الله. ويبدا يشتغل المحرك يعني يقوم بلوفه ليش؟ يلف لك هذه التوربينات حتى هذا ممكن يدمر المحرك كامل بكذا مليون دولار. حركه بال ممكن يوصل 15 مليون دولار. هي دمرت اشو الدسبيس هذا. ليش تغطى دائما المحركات؟ تغطى حركات الطائره يكون الطائره واقفه. مش قصة الموضوع انت خايف انه يجي لك طير ودخل
ولما يكفر وظهر وقت لما شغل المحرك هذا شنو يحصل؟ انت تخاف دائما انه يمنع تربيه الطيور في المناطق القريبه من المطارات، دائما يمنع منع بات يعني، وحتى يكون فيه زي القناصه حق يعني بنات الصيد كذا، انه لو في اي طيور مهاجره كذا قريبه من المدرب انه يقوموا يصطادوها على طول. السبب في هذا شو؟ كم من كوارث الطيران، حتى لو تفتح على اليوتيوب قول كوارث الطيران بسبب الطيور. يعني تقول كثيره نسبه كبيره من حوادث الطيران بسبب الطيور. فلما تكون في عندك انت ما الطائره ماشي المحرك بيشفط اي حاجه على بعد 20 متر، حتى لما يكون المحرك شغال ممنوع انك تمشي قريب من مسافه 20 متر سواء من الامام او من الخلف، لانه لو كنت قريب مره الى اقل من 5 امتار المحرك هو شغال ممكن يشفطك مثل المكبوسه الكهربائيه تماما. فلما يكون في طيور المحرك بيشفطهم، فتخيل سرعة الطائرة زائد سرعة الطير جاي بهذا الشكل تمام، فالسرعة هنا ستوقع سرعة التصادم، كم كمية الحركة الآن الناتجة عن التصادم؟ كتلة الطائرة زائد سرعة كتلة الطير هذا قليلة، كل ترى قليلة لكن السرعة النسبية، السرعة النسبية ستجمع سرعة الطائرة حدود 800 كيلومتر في الساعة زائد سرعة العصفور في الاتجاه الثاني، وإن كانت قليلة لكن بيكون التدبير كبير جدا. هذا اول ما تصطدم بالريش حق المحرك يتكسر كله بيكسر، وهنا ما حصل لك على طول تعرف انه اذا ولعت عليك المحركات دخل يخرج الدخان او انت قرر بعد القلع او قبل الهبوط تعرف انه في طير شغط المحرك كسر لك الريش كامله. الخوف من هنا انه لو كانت لوعات قريب وقادر تهبط وقت الهبوط ماشي مشكله، وقت الهبوط مش مشكله لانه اصلا المحرك بيكون شغال بالمينيمم باور. متى بيكون المحرك شغال بالماكسيمم باور؟ بالتالي تنددوا باقصى سرعه وقت الاقلاع. وقت الهبوط انت جاي تشتي تهبط حتى اغلق المحركات وهبط هبوط شراعي اللي حصل، لكن وقت الاقلاع ايش حتعمل؟ انت خرجت من المدرج، فهل عندك القدره انك تعمل لفه كامله وترجع تهبط مره ثانيه؟ وقت الاقلاع اعرف ان هذا حادث مدمر. غير كذا وقت الاقلاع مع السرعه السريعه هذه الريش في الطائر ستخترق الجناح وتخترق هيكل الطائره وتخرج من الجهه الثانيه. اذا حريق الطائره هنا ووقت الاقلاع والخزانات الطائره تكون ملآنة، اما وقت الهبوط الطائره والخزانات تكون قد على وشك انت يعني على منتهيه تمام. فايش الحل؟ ها؟ الحل يمنع تربية الطيور. يعني ما فيش حل اصلا من التصميم. ما هو ايش اللي يشتغل بالتصميم؟ هو انا لين حصل هنا طير بعيد على مسافه ونكمل المقاس. ما هنا هذه يعني عندنا ما اشوف طيور مشوا وقولوا لي اصلا. ما هذه الان والله شكرا هذا قد مهجور، قد مهجور ولا يفترض انه هذه تكون دائما ما يعني انت ممكن تقول اشتغل له شبك. الشبك يقلل من الايروديناميك. يعني انا شو بقول لك الله يطاردوهم. ها؟ عادة هذا في الغراب القرية هم يطاردوهم. لا يطاردوهم لأنهم هم اللي يخلفوهم. لا يطاردوهم. نعم. مكان صحيح. يعني يطاردوهم طبعا. انت حصل انه في زي قناصة بنادق صيد بيجلسوا يتنصروا عليهم. يعني ما فيش حل مصنعي للمواجهة ليش؟ وإذا هو بالهواء بالجو وصار يحصل له طيب. ماشي. شوف أنا أقول لك في حادث هذا حصل آخر حادث طيران في قبل الحرب. الطائرة اللي تدمر يعني طائرة نقل عسكري في دمار وحصل انه كان في سر من النزول اصطدمت بسر من النزول، لكن يعني الطائرة كانت على ارتفاع عالي تخلى يعني تعطل المحرك وهبطت الهبوط شراعي المطار صنعها. المسافة ما هيش كبيرة يعني 70 كيلو يعني دايركت المسافة اما على الخط يعني توصل لها 100 وشوية، لكن وهبطت الطائرة يعني هبوط اضطراري بسبب سير من المسلم. الحالة يعني فقلت لك انه دائما ما بتغطى هذه الطائرة علشان ما يطلعش ليش؟ الطيور فيها تمام. فوقت الصيانة قلت لك انك ضروري ما تعمل الكامبان هذا اشارة على اساس انك لو ضيعته تعرف وين ضيعته، لانه لو كان اسمه يقول الاشارة الحمراء هذه شكون لو جبت المحرك كبير، المحرك ممكن توقف داخله يعني توقف انت داخل المحرك هذا تمام. فتحته كبيره، فلما تدخل وانت داخل الدسمس من بجداري انك شحته على الاقل الكامبان هذا ايضا بيسموه كامبان بيوري لك وين هو.
كقاعدة إنه لما تعمل أي سيارة أيوة كده بيكون ليش؟ ها؟ شنو ليش؟ أيوة فيعملوا له كده بيكون بلون أحمر ولا يكون لون أسود كده عشان يكون واضح عشو واضح للعيال. أيوة قلت لك إنه الشنطة لا يمكن إنه تنتهي من عملية الصيانة والعدة مش مكتملة زي ما كانت. مش مكتملة حتى إلى درجة إنه ممكن تتفكك الطائرة مرة ثانية. لو عملت العمل أنت مثلا تفكك الطائرة ركبت غريبة كده. يعني تفكك مرة ثانية لما تحصل بسبسة. مش بقيمة البسبسة لكن بالأثر اللي ممكن تتركه. طيب نشتري نعرف هنا الآن تعرف كيف نحن يعني عدد الكامبس اللي بنستخدمهم. الضغوط يمكن استخدامه. كابر is the key control tool for just in time production. تمام. يعني يستخدم في الجي production. تمام. ك control tool. كذا إيش للتحكم. كابر serves as an instruction for production or conveyance. تمام. يستخدم ك يعني كتعليمات كذا. للإنتاج أو للنقل، للإنتاج إنك تعطي إذن بإنتاج قطعة معينة أو نقل قطعة معينة. تمام. The total number of Kanban cards is العدد الإجمالي من الكامبان كارز هذا يكون MB يساوي D في T مضروب في الواحد زائد X مقسوم على C حيث الـ M نقصد في بها total number of containers حاويات. تمام. مثلا زي هذه الحاوية قلت لك الحاوية الصغيرة هذه الصناديق اللي بيكون فيها شيء الأجزاء اللي أنت تشتريهم تشتريهم كمان مثلا عندك أنت الآن أنت بالسكشن بي فتقوم بعملية بروسيسنج للـ WIP اللي هو الـ Working Process الأجزاء اللي الشبه المصنعة اللي خرجت من السكشن السابق. تمام ولا لا؟ أنت ما يقومش الآن هو كل ما خلص حاجة يقوم عندك وبالتالي يتكون ما بينه وبينه بينكم أنت بين الإنفنتوري. لا أنت بيكون في عندك الكامبان هذا أنا أحتاج كذا بالصندوق. تمام. ويوصلوا لك إيه؟ تمام. فهذا كم عدد الصناديق اللي أنت بتحتاجه؟ هذا الـ N اللي هو التوتال نمبر أوف كونتينرز. الـ D هذا البلاند يوزج ريت اللي هو معدل الاستخدام المخطط له. التي هذا نقصد الافرج ويتنج تايم اللي هو متوسط زمن الانتظار زائد البلاس هنا افرج برودكشن تايم زائد متوسط زمن الانتاج يعني القطع اللي انت تشتريها القطع اللي انت طلبتها. تمام. الاكس هذا البوليسي فاريبل هذا هو متغير يعتمد على سياسه الشركه يعتمد على سياسه الشركه كلما كان هذا الاكس قليل فمعناته ان النظام ذو كفاءه عاليه النظام كفو اذا كان يعني ذو عاده يكون يعني هو بيكون ما بين الصفر والواحد بس كلما كان مقاربا للصفر كلما كان النظام كفاءته عاليه وكلما كان اقل يعني اكبر من الصفر او قريب من الواحد بيكون يعني ان النظام كفاءته ليست عاليه. السي بنقصد فيه الـ capacity of standard containers كم سعة الكونتينرز. تمام. وعادة هذه بتكون سعة الكونتينرز هنا محددة على الكارد هنا بتكون اللي هو quantity مثلا هنا بيساوي 30. تمام. وهذا بيكون ثابت لا يعني لا ما أقدر أقول لك ثابت ويعتمد على سعة الحاوية نفسها. تمام. لكن هذا مثال على ذلك لكن هو بيساوي شو؟ إنه should be no more than 10% of daily usage of the plant. ينبغي أن يتجاوز 10% من الاستخدام اليومي لهذا الجزء. أنت مثلاً تستخدم على جزء معين كذا في عملية التصنيع تستخدم 100 قطعة. 100 قطعة. إذا المفروض إنه الكونتينر لا يتجاوز ليش؟ 10% من 100 قطعة هذه اللي بصدر يعني 10 قطع. لو كان بيستخدم 200 قطعة إذا الكونتينر اللي يجيبه لا يتجاوز سعته على 20 قطعة. إذا كنت بس يعني يستهلك 300 قطعة إذا يجب أن يتجاوز 30 قطعة بها. ليش يعني 10% على أساس إنه ما يكونش في عندك أنت لو كثرت معناته أنت تتراكم. تمام. فتخلي بحيث إنه شو إنه عشان يكون كونتينوس فلو. تمام. كونتينوس برودكشن فلو. أنت لو أخذت حاجة كبيرة فهذا ممكن إنه شو
ما يكونش مدرب سيتي لكن يعني اصبح زي المخزن. نعم اصبح زي المخزن بالضبط. تمام طيب نلاحظ انه هذا الحجم مهم انه يجب انه يكون الدي والتي في القانون السابق هذا المطيرين دي اللي هو اللاند يوزج ريت والتي اللي هو الافرج ويتنج تايم بلس الافرج برودكشن تايم هذا كلاهما يجب ان يكون بنفس الوحده الزمنيه يعني اما بالساعات ولا بالدقائق ولا بالايام ولا بالاسابيع المهم انه نفس ايش؟ نفس الوحده الزمنيه. تمام It also serves as a tool for visualization control to check against overproduction and to detect irregular production speeds. تمام؟ وقد كان الكلام هذا، سأقول لكم هذا أيضاً يستخدم كشو كان visualization control يعني تحكم مرئي. أنت بتتحكم بشكل مرئي بليش؟ زي ما قلت لك القطعة الحمراء هذه، أنت بتتحكم بشكل مرئي بليش؟ بس هنا بيكون against over production عشان بيكون يعني بيكونش في عندك فائض بالإنتاج أيا كان هذا الفائض بالإنتاج سواء إنه production too much ولا production too early صحيح قلنا في عندنا نوعين over production and detect irregular processing speeds يعني وأيضا تكتشف عملية التصنيع أو المعالجة الغير طبيعية الريجولر. تمام نشوف مثال يوزج ات ات ورك سنتر 300 بارتس بير دي الاستخدام في محل العمل هنا في مركز العمل هو 300 قطعه باليوم اذا عندي انا هذه دي تمثلني اليوزج ريت تمام اذا عندي اليوزج ريت دي تساوي 300 بارتس بير دي طيب and a standard container holds 25 بارتس وعندك الاشو الكونتينر هذا يستوعب 25 قطعة إذا عندي السي هنا بتساوي 25 بارتس بير كونتينر عندك كمان it takes an average of 0.12 a day for a container to complete a circuit from the time a Kanban card is received and until the container is returned empty ويستغرق الزمن 12% من اليوم 12% من اليوم لكل كونتينر لكل حاوية عليها الكامبان هذا لكي ليش كومبليت الشركه لاكمال الدوره من وقت ليش من وقت وصول هذا الكامبان كارد من وقت وصوله الى وقت عودته فارغا تمام يعني انت جاب لك شو؟ جاب لك الويتنج تايم هذا بلس برودكشن تايم. احنا مش قلنا انه هنا نشوف عندنا التيم اللي هو افرج ويتنج تايم لتجديد الهابي او لملء الريبليشمنت اوف بارتس لاعاده تعبئه هذا الكونتينر بلس افرج برودكشن تايم فور كونتينر اوف بارتس. تمام؟ اذا هنا في ثلاثة الثنتين هذه في المعلومة هذه اللي هو قلت لك شو انه بيستغرق اللي هي 0.12 ايوه هذه تي 0.12 يوم لاحظ هنا في الوحدات كلها بليش؟ باليوم لحسن الحظ كلها بنفس الوحدة انه قلت لك انه يجب انك تركز انه الدي والدي مع كلهم بليش؟ بنفس الوحدة لاحظ انه هنا دي وهنا دي اوكي كومبيوت ذا نمبر اوف كامبان كارد او كونتينرز وكل كونتينر بيكون عليه كارد واحد بس كامبان كارد تمام إذا يعني هذه النيدة اللي بنحتاجها اف الاكس هذه بتساوي 20% تمام طيب الاكس قلنا هذا اللي هو البوليسي البوليسي فاريبل تعتمد هنا على مدى كفاءة النظام هذا بيقلل المانجر نفسه يعني المدير هل النظام حقك انت تصرفه على اساس انه كفو لو كان كفو معناته صفر الاكس هذه تمام إذا كانت كفاءة متدنية تأخذ قيمة قريبة من الواحد، أقل من الواحد ولكن يعني بين الصفر ما بين الصفر والواحد، نعم. كنسبة مئوية هي أصلاً. كلما كانت الكفاءة كفاءة النظام نعم. لأنه بالتالي بيزداد عدد الإكس شوف لو زادت شوف القانون هنا لو زادت الإكس بيزداد عدد الإن ولا بيقل؟ بيزداد عدد الكامبرز تمام وكلما ازداد معناته انك انت منتشر تمام تحاول انك تخليها معه انك
transferibilidad.